لادنا علما، فهذا العلم اللادني العلم الرباني سبقته الرحمة، فهو العلم النافع الذي يؤدي إلى السعادة الأبدية. ولذلك قال كما ورد في الحديث النبي أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. إذن هذا العلم هو علم القلوب. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فالسبيل إلى الحصول على هذا العلم ليس بالمدارسة وليس باللجوء إلى الكليات وإلى الدكاترة، وإنما هو بالاتباع، اتباع الرجل العارف بالله الذي له حظ من هذا العلم القلبي العلم النوراني. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لم تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إذن فالحصول على هذا العلم يقتضي الاتباع والامتثال، الاتباع اتباع الرجل العارف بالله والامتثال له. ولذلك قال سيدي عبد القادر الجيلاني رحمه الله وهو غني عن التعريف: فهو الرجل العالي بالعلم الظاهر، فكان مفتيا على المذهب الحنفي الحنبلي، وكان يدرس في المدرسة النظامية التي كان يدرس فيها الإمام الغزالي رحمه الله، وهو كذلك من العارفين بالله الغني عن التعريف. فسيدي عبد القادر الجيلاني عالم ظاهري وعالم باطني غني عن التعريف من أولياء الله الكبار. قال: وإن صادف المقدور أو ساقك القضاء إلى شيخ حق في الحقيقة بارع، فقم في أمره واتبع لمراده، ودع ما من قبل كنت تسارع. ويقول سيدي بن عطاء الله السكندري في حكمه: ينبغي لمن أراد الاسترشاد وسلوك طريق الرشاد أن يبحث عن شيخ من أهل التحقيق، سالك للطريق، تارك لهواه، راسخ القدم في خدمة مولاه، فإذا وجده فعليه أن يمتثل لما أمر وأن ينتهي عما نهى وزجر. إذن هذه من الآداب في صحبة الشيخ العارف بالله. من أراد أن يسترشد، من أراد الاسترشاد متابع طريق الرشاد. لاحظوا هنا كلمة طريق، طريق القوم هي طريق الرشاد. وعلى ذكر الطريق قال ابن خلدون في مقدمته واصفا علم التصوف، هذا العلم اللادوني الباطني الذي ورثه الصوفية، قال: وهذا العلم علم التصوف هو من العلوم الشرعية الحادثة في الملة، وأصله أن طريقة هؤلاء القوم، قال في هذا العلم طريقة، وأصله أصل العلم أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل في سلف الأمة من كبار الصحابة، يعني كانت طريقة العلم هذا كان عند الصحابة من كبار الصحابة، وأصله أن طريقة هؤلاء القوم كان وأصل هذه طريقة هؤلاء القوم كانت في سلف الأمة من كبار الصحابة وتابعيهم طريقة الحق والهداية، فهي طريقة الحق وطريقة الهداية. هذا ما قاله ابن خلدون في مقدمته. وقال الإمام الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال: إني علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله حقيقة، وأن طريقتهم أصوب الطرق، وأن سيرتهم أفضل السير، وأن أخلاقهم أحسن الأخلاق، بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء
وعلم الواقفين على الشرع من العلماء على أن يبدلوا أو يغيروا شيئاً من سيرتهم ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكات النبوة. جميع الحركات ديالهم في الظاهر ديالهم وفي الباطن ديالهم مكتسبة من نور مشكات النبوة، يعني من الوحي، هي جاية من الوحي، مقتبسة من نور مشكات النبوة. ولا يوجد على وجه الأرض وراء نور النبوة نور مستضاء به، يعني إذا كان شي نور على الأرض راه من نور النبوة، ما كان شي نور آخر، النور اللي كان في الأرض هو من نور النبوة، من نور الوحي. ولذلك قال الإمام الغزالي في هذه يعني في الحصول على هذه الطريقة، قال إن الطريقة الصوفية لا تنال إلا بالتجربة، يعني ما تعرفش بالمدارسة، لا تنال إلا بالتجربة، وهي إن لم تدرك بالذوق لا تدرك بالتعلم. ما غادي تمشي تقرا كتب التصوف وتصير لي عارف بالله، أو غادي تبدل الأخلاق ديالك، خصك لا بدا من الممارسة ديال الطريق على يد شيخ عارف بالله، وهي إن لم تدرك بالذوق لا تدرك بالتعلم، والواجب التصديق بهم، حتى اللي ما بغاش كذا بعدا يصدق بهم بأنهم كاينين وبأنهم حاملين لهذه الرسالة العظيمة في باطنهم، والواجب التصديق بهم لكي لا تحرم شعاع سعادتهم. جاء هذا القول في كتابه كيمياء السعادة. ويقول ابن القيم الجوزية رحمه الله وهو تلميذ ابن تيمية رحمه الله جميعا، يقول الطريق إلى الله خال من الشك ومعمور بأهل اليقين والصبر، واعتمد في ذلك على قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذه الطريق، طريق القوم، هي هكذا تورث العلم، تورث الذوق، تورث الحال، فهي طريق العلم، العلم اللدني، واتقوا الله ويعلمكم الله فهو العلم النافع، وطريق الذوق الذي هو وجدان في القلب ونور في القلب، وطبعا الذي تنور قلبه فهو ينظر بنور الله. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. والذي ينظر بنور الله ماذا تظنون فيه؟ هل نور هذا النور هل هو نور مزور؟ هو نور حقيقي، يرى الحقيقة التي لا يراها الناس، ويسمع الحقيقة التي لا يسمعها الناس، وبذلك على الله بعزيز. يعني هذا نور الله يرى بنور الله، هذا رجل خصه الله بهذه النعمة يرى بنور الله. وقد قال سيدي ابن النصارى القسطي وإنما القوم مسافرون، حينما تسمعون القوم يعني الصوفية، أهل الطريق الصوفية، وإنما القوم مسافرون لحضرة الحق وفاعلون، يعني راحلون، فافتقروا فيه إلى دليل، يعني احتاجوا فيه إلى شيخ مربي، فافتقروا فيه إلى دليل ذي بصر، عنده بصيرة، بالسير والمقيل، وكأنها رحلة في طريق طويل، والطريق الطويل يحتاج إلى محطة استراحة. فالمقيل جاء من فعل قال يقيل، قيلولة، يعني رمز أو استعارة للاستراحة. المقيل هو مقال استراحة، محطة استراحة في الطريق الطويل. فذي بصر بالسير والمقيل قد سلك الطريق ثم عاد ليخبر القوم بما استفاد. والسفر المذكور بالقلوب، هذا سفر ليس بالجسد، سفر بالقلوب. والشيخ بمنزلة الطبيب، الشيخ في هذا السفر بمنزلة الطبيب، يراقب قلبك حتى يكون قلبا سالما، حتى يصير قلبا سالما من جميع العيوب ومن جميع الأمراض. وما هو رأس مال الإنسان؟ هو قلبه.
القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن ابحث عن قلبك في حياتك الدنيا قبل أن ترحل إلى الله سبحانه وتعالى. ابحث عن قلبك هنا بصحبة الشيخ العارف بالله. يقول سيدي علي الثقفي رحمه الله: ولو أن رجلا جمع العلوم كلها وصاحب طوائف الناس لا يبلغ مبالغ الرجال إلا بالصحبة على إلا بالرياضة على يد الشيخ. الرياضة قال، والرياضة تقتضي التمرين وتقتضي التدريب وتقتضي المدرب وتقتضي حمية خاصة ونوم خاص وإلى آخره، يعني واحد النظام خاص ومعقد وطبعاً يقتضي واحد المنهجية لينية صعبة لكي يتحمل الإنسان أن يصل إلى ما يرنو إليه من اكتساب. قال الإمام علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أي الطرق أي الطرق أقرب إلى الله؟ يعني اشترط طريق في هذه الصفات: أقرب إلى الله وأفضل عند الله وأسهل على عباد الله. فقال يا علي، قال صلى الله عليه وسلم أو كما قال: عليك بمداومة ذكر الله. فقال يا رسول الله: كل الناس يذكرون الله. يعني وطلب طريقا فجاءه الجواب: الدين، وكل الناس يذكرون. فقال يا علي: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى من على الأرض من يقول الله. يعني الحياة الدنيا قائمة بذكر الله، فمتى انتهت هذه الوظيفة انتهت الحياة الدنيا. إذن الزمرة التي تقوم بهذه الوظيفة هي ضامنة لاستمرارية الحياة. يا علي، لا تقوم الساعة حتى لا يبقى من على الأرض من يقول الله. فقال يا رسول الله: فكيف أذكر؟ رغم أن سيدنا علي رضي الله عنه كان يعني منذ نعومة أظفاره وهو في بيت النبوة، وهو يعرف كيف يذكر النبي ويعرف كيف يصلي النبي إلى آخره، فهو يعيش معه. ومع ذلك فقال: فكيف أذكر يا رسول الله؟ فقال يا علي: اسمع مني ما أقول ثلاث، وأغمض عينيك وقل مثله. فأغمض رسول الله صلى الله عليه وسلم عينيه، وأغمض سيدنا علي كرم الله وجهه عينيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ثلاث مرات. وكررها سيدنا علي وهو مغمض العينين ثلاث مرات. يعني تلقى هذا الإذن من رسول الله. فكان هذا التلقي، هذا الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد ذكر، بل هو طريق. لأن سيدنا علي لم يطلب ذكرا، وإنما طلب طريقا بثلاثة شروط: أن تكون أقرب الطرق إلى الله، وأفضل الطرق إلى الله، وأسهل الطرق على عباد الله. فكان ما أراد، كان عليه أن يغمض عينيه، وعليه أن يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا تلقين لطريق القوم. من هنا جاء التلقين، ومن هنا جاء أصل الطريق. فقد لقناها سيدنا علي كرم الله وجهه كما تلقاها من رسول صلى الله عليه وسلم، لقناها سيدنا الحسن البصري، ولقناها سيدنا الحسن البصري إلى سيدنا الحبيب العجمي، ولقناها سيدنا الحبيب العجمي إلى سيدنا يعني داود الطائي، ولقناها سيدنا داود الطائي إلى السري السقطي، ولقناها سيدنا السري السقطي إلى الإمام الجنيد. وهكذا جاءت الطريقة على هذا المنوال، شيخا عن شيخ، كابر عن كابر، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتصلون ويقتصدنا الحمد لله على يد شيخنا اليوم. قد يقول قائل: قد كان هذا في الزمن الغابر، ولكن أين هؤلاء القوم الآن الذين يحملون هذا المصباح النوراني؟ لقد قال الإمام علي كرم الله وجهه في هذا الشأن: لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. ما عمرها تخلى الأرض من قائم لله بحجة. لماذا؟ حتى لا تضيع حجاج الله وبيناته، يعني هما اللي حاملين هذه الأمانة، حتى لا تضيع حجاج الله وبيناته. هم الأقلون عددا
الأعظمون عند الله قدرا قد صاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها في المحل الأعلى آهن آهن شوقا لرؤيتهم. هؤلاء الرجال هما اللي قايمين بهذه المهمة، هما اللي راهم حاملين هذه المهمة سرا وعلانية، يعني في ظاهرهم وباطنهم، ولن تخلو الأرض منهم أبدا متى تخلو منهم انقرضت الدنيا وقامت الساعة. ولذلك نجد بأن كبار العلماء وأئمة العلم من السلف الصالح إلى الحاضر كلهم كانوا صوفية بدون منازع، وكلهم كانوا يلتمسون طريق التربية الروحية على يد شيوخ معروفين. فهذا الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس إمام مذهب المالكية، يقول إن من شيوخي من يستسقى بهم المطر لا أقبل حديثهم. فالإمام مالك مشهور بمدرسة الحديث، وهو ألف كتاب الموطأ في الحديث، وهو مدرسة الحديث. ولكن من شيوخه ليس من شيوخ الحديث، بل هم رجال بركة مستجاب الدعاء. إن من شيوخي من يستسقى به المطر، يعني مستجاب الدعاء ورجال بركة. شيوخه ماذا أخذ منهم؟ لم يأخذ الحديث، بل أخذ هذه التربية الروحية. إن من شيوخي من يسقى بالمطر لا أقبل حديثهم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله صاحبت الصوفية صاحبت وتعلمت منهم حرفين، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع. يعني علموه كيفاش يغتنم الوقت دياله، والوقت دياله هو رأس المال الإنسان، لأن أول رأس مال الإنسان هو عمره. صاحبت الصوفية وتعلمت منهم حرفين، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يعني هذا علم أخذه من الصوفية. ثم قال حبب إلي من دنياكم ثلاثة: ترك التكلف، ومعاشرة الخلق بالتلطف، واتباع طريق أهل التصوف، واتباع طريق أهل التصوف. وقد سئل الإمام أحمد عن أناس صوفية، فقال لا أرى قوما أفضل منهم. فقالوا إنهم يستمعون ويتواجدون، يعني يتعاطون للسماع اللي سمعنا إخوان ديالنا، ويتواجدون عليه يرقصون عليه. فقال دعوهم يفرحوا مع الله سعادة. يعني هذا الحال ديال الرقص ديال الصوفية على السماع ديال الأمداح، سئل الإمام أحمد وهو إمام مذهب، فقال دعوهم يفرحوا مع الله سعادة. هذا الحال سئل عليه كذلك ابن تيمية عن رقص الصوفية، فقال والذي عليه جمهور العلماء، يعني ما عطاش الرأي دياله هو، أعطى الرأي ديال جمهور العلماء، والذي عليه جمهور العلماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبا عليه، يعني إذا ما تكلفش هذا الحال، إذا ما قامش بنفسه هذا الحال، ولكن جاء هذا الحال فلا ينكر عليه. يعني هذا قول جمهور العلماء وليس واحد. إذن جميع ما في الطريق، طريق القوم، هو إذن من الكتاب والسنة، كما قال الإمام الجنيد رحمه الله طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، لا في الظاهر دياله ولا في الباطن دياله. ولذلك نجد بأن الأدب ديال الصوفية أدب باطنية وأدب ظاهرية. أدب باطنية، في الباطن دياله دائما في تواضعه وخشوعه، فصمته فكر، ونطقه ذكر، ونظره عبرة. هذا هو حال الصوفي، دائما يكون اللسان ديالو ذاكر والفكر ذكر. شنو
واكين فوق ورا ليسك.